السلام عليكم. اليوم عندنا طلعة للبصرة، عندنا شغلات نريد نجيبهن منك، فخابرني صديقي قال اكو قصر يفيدك تجي تسوي بيه حلقة. قلت له شنو من قصر؟ قال قصر ناصر ومنصور. قلت له هاي هي صايرين، هسه احنا طالعين للبصرة، فراح نمر بصاحبنا المكان بالبرجسية، راح نصعد الخور الزبير ومناك نرتب الوضعية. تعال النوب السيارة ياهو يقبطها، بس انا وحسين موجودين ونفرين، الكراسي كلها فارغة. الساعة هسي 8:55 يعني بالتسعة، بس نعمة التبريد مشتغل فالسيارة جرشت. هسه اريدك توقف الفيديو وتخلي لايك واشتراك اذا ما مشترك بالقناة. تعالوا هسه وصلنا الخور الزبير وجانا ابو فايز، وهسه منطلقين القصر ناصر ومنصور، وهناك نراويكم الاحداث كليتها. القصر وراح نوصل له، بس بنفس الوقت القصر حيل مخيف. على حكي ابو فايز يقول يعني صارت حتى في حالات قتل، بس هاي قبل عدة سنوات، فانترك القصر وانهم الحيل. فهسه رايحين له ونشوف شنو داخل. وصلنا للمكان بس سادينه بهذا التبليط، فهسه راح نتعنى له مشي وهو هذاك قدامنا. هذا القصر قربنا له، قصر ناصر ومنصور، واللي يكون قصرين بس متلازقات شبيه القصر الواحد، يعني الباب مالهن مفتوح على القصرين اثنين. حيل صحراء، يعني لا بيوت لا اي شيء ما عدا هذا القصر اللي هسه احنا متجهين له. كله قديم، وحسب حكي ابو فايز يقول كله مفلشين. هاي كانت كلها غرف، هاي لحد هنا غرف. شوفه حد هذا، حد هذا، شوفه ضلح حد هاي غرف، وهذا حوش. شوفه هاي كلها رفوف مال الجلال، وهاي صحيح هاي كلها رفوف فمفلشين. هذا كان شنو؟ مال خيل، مال خيل مالهم والحلال. والله هاي كانت كلها داير ما داير، هاي ما عارف. شوفه هاي لحد هنا، شوفه كلها. اي وهذا كان هنا جليب ودافنينه. زين شنو الجليب؟ بير مال ها بير. هذا صحيح هاي نقره فمدفونه. هذا جاي واقف عليه كذا. يعني ابو فايز صار له تقريبا بالسنه ما مر لهذا المكان، فمتغير عليه وايد بعد. شوف هاي، شوف هاي الزواغير مال الحمام، شفتها؟ اي ها شوفها، شوف مال الدنيا ليه يسوي. شوف شوف زين ابو فايز، هاي تقريبا كم سنه صاير لي؟ تقريبا بال57 والدي الله يرحمه مار عليه لاقي موجود بال57 هو موجود موجود ولحد الان هو اي بدا بناءه. هذا مال هاي الزوارق مال هاي الزوارق القديمه مال الحمام. اي مال الحمام هاي شوفها،
وشوف هاي يعني البيوت مالتهن كلها محفور هنا محفور بالسياج. وهذا حطون مكان الاكل والماء. اي هذا مكان الاكل والماء وكل هذا. شوف هذا العسل هنا. هاي خلايا مع العسل طبعا مبنية ومتروكة. متروكة. متروكة. يابسة هذه اللي يسمونها. هذا كله يابس. هو هذا عسل جبل. وهذا البيت الثاني. هذا البيت الثاني. هاي الصعدة مال البيت الثاني. شوف حتى هم فلشين من عنده ما مخلينا على شغل. شوف. زين ابو فايز هم صارت بي يعني هذا القصر قصص او فتشي؟ اي والله صارت بي حالات يعني مثلي ايش حالات؟ قتل حالات كل شيء. زين القتل من الانسان يعني هذا البشر اللي يقتله ويجيبه هنا يذبلونه ومطلوب ثار او شيء ويقتلونه ويقتلونه وينذب هنا يخلونه هنا ويروحون. ولهذا السبب جاي يفلشون بالقصر. هذا درج واللي طبعا حتى هنا هاي بعد هي الخلايا. شوف هاي من زمان. شوف بعد قوي لا هذا كله بعد قوي فوق هناك هناك كله مفلشين. شوف كله مفلشين كله مفلش هذا. زين ابو فايز هاي شنو فتحه للدخان؟ تهويه هاي. هاي من يشبوا النار. اي شغلات خرافيه حلوه. شوف ايش قد كله رمل. شوفه كله رمل. هو كله رمل وطين واقوى من البناء الجديد. شوفه قوي من 57 ولحد الان تقريبا كم سنه صاير لي؟ تقريبا بالتسعين سنة مو؟ هاي مال الشغلات. هاي مال الدلال. حتى منابت كانت مسوينها هيك بنيان بالمقدمة. وهاي بدل الميوز مسوينها يعني شلون نحت بالحائط. هاي كلها صبات فمكسرينها. وهاي المدخنة مال النار. شوفها للدلال. هاي المدخنة مالت النار. سوي لها شباك ويطلع لها من النار. كلها يعني ما شوف ماكو. كلها طين. شوفها قاصين وبانينها بجص وطين. كلها طين صح. كله لا مالتهم كله جص. هي جص هو هي يبوا. شوف حتى هذا القفل مال اي هاي الرزه لحد الان موجوده. موجوده قديمه مع الباب يجي تنقالها تين. شوف هذا قفل. هذا مردي داخل هنا يعني شغل كلش قديم. قديم وبعده قوي. بعده قوي. ايش رايك بهذا القصر حسين؟ والله تراث حلو بس احنا بعد ما يهتمون مخربين هم. ما يهتمون باي شيء. شيء طببك بشيء هم شغله. اي يعني حسبالك متاهات. شوف هسه هذا يطلعك برا مسوينا هم هاي. اي شوف شلون الباب الصغير يعني. ايوه هالشكل. وهاي كلها شلون هاي هاي شلون مفرغه. اي هاي نفس المفرغه وهاي تهويه اللي فوق. اي شوف ايش قد قوي يعني الشمس كلش قوي. هاي الناس تشرب بيه وشغلات مو زين. متروك متروك مدة. شوف هاي هنا هم غرف هنا طبعا. اي هاي غرف. هو طبعا كبير كله. حتى هاي كلهم سوى نفس الشيء. اي بنيانهم واحد كله نفس الشيء. يعني. باعتبار هاي شلون الغرفة. هسه هذا القصر انا يعني شفته هنا اتوقع كل الحالات تصير به هنا يعني ماكو حاله ما تصير هنا لان قصر متروك وماكو اهتمام وهذا كله تراث.
اي يعني هذا اكثر من المترة. اكثر من مترة ونص تقريبا. كله طين هذا اي. ما بيعيش كله طين. طين ولبونة بالجوس. ايه. هذا كيف لطين. وقوي. كله قوي اي. بس هذا ما كلته الارضة. هاي تسندي. هذه مرادي. هذا تسندي. اي هذا. مردي. شلون كله انا اعرفهم شوف اي هاي غرف كذا بعدهم فلش منه اكا هاي كلها غرف هادمين هي وظله بس هاي يعني هاي المداخل مالته بين غرف تاخذ قبل اي هذا كان كله شفته منها هذا كله مال خيل وحلال هذا شفته هاي الساحه فهذا كله يعني عن قريب كله راح يتفلش اسمع شلون هسه انا جاي اشوف هذا شلون المفصل يعني كل قطعه بحدها شنو الفيلم مالتها هذا يبنونه شيء شيء مثل البلوكة كبيرة يخلونها تي بس يحطونها حط ها يعني نفس البلوك بس طين حسوني اشوف كبرها اي بس هاي كبيرة حيل ايه كبيرة ايه تقريبا الوحدة متر ونص و غير متنها وارتفاعها اي هذا كيل هاي متر ونص بس هاي وهذا موي انا قلت يبصون هالشكل يبنون يبنون ويظل احزاز هذا ويتفرق ايه. تقرب تقرب بدو ناس بدو رحالة يشيلون يحطون منطقة ويشيلون اجوا بهذا المكان وبهذا البيت وبهذا البيت استاطنوا به يعني شوف الغرف كلها قديمة قديمة ومنتهية وقوية يعني حيل قوية زين ابو فايز نعم هذا هذين القصرين المن كانن يعني والمن تابعات تابعات ناصر ومنصور قولها ناصر تعرفت المناصر بالبصره اي وناصر ومنصور منصور تعرفت دول المناصره وناصر بالناصريه ناصر الاشقر يسمونه حكم الناصري بوقت الاتراك حكم العراق كان يعني حاكمين العراق وهاي القصور مالت هاي القصور وتركوها وراحوا للناصرية منصور ظل هنا وناصر راح هنا قال خلنا نتحالف ويا أهل الجنوب حتى نطلع الأتراك زين أنا لاحظت شيء هنا أبو فايز يعني الماي مين يجيبونه هنا لأن هاي عبارة عن صحراء كلها بير مال ماي حفونه بالقاع يعني ماكو أنهر لو شيء كله على البير لا ماكو أنهر ولا شيء وكان دلو وخيط اها والله بكره محاله ويحطون يذبون الدلو ويسحب ماي ويطلع ماي هذا كان شغلتهم لا مواطر مثل الحين ولا اي شيء اي ماكو اي شيء اي ولا نهار حتى بنيان قديم شوف هذا مال كله قديم النحل اي هذا مال النحل ماي. واللي يسموه له شوفه حتى يسمونه النحل الجبل العسل الجبل عسل الجبل شنو كان موجود بهذا القصر قبل التفليش يعني قبل ارجع 5 سنوات كان على حطته كل شيء ما بي بد يعني على شغلته الاوليه شلون بانينه بس تال من سقط صدام نظام صدام طبت عليه هاي الشعب وفلشوا وخذوا من عنده اي شيء زين هم موجوده كانت بيه شغلات تراثيه كانت بيه طبعا يعني الشغلات اللي بالبيت كلهن موجودة موجودة اي كانت كل شيء موجود حتى مال دلالهم مال المحماس مال القهوة كل شيء والله مناقلهم موجودة اكو حديد واكو طين مسوينه هم كل شيء موجود حتى بيبان كانت بي ماخوذة كلها كلها هاي تفلشة كلها تفلشة من سقوط صدام كانت
يحطون به غنامه هنا، ناس تجي لحلالها وتقعد. هذا قبل سنتين وثلاث سنوات هم يسكنون به ناس؟ لا هذا يعني مرات يطببون حلالهم او يجي سياره يطببها يطلعون كشتات بيهم ناس. زين الكشتات شنو؟ سفره سياحيه يعني يتونسون يتغدون وهاي يلعبون طوبه ويروحون. شوف حتى هاي مال العلف مال الطيور. اي هذا العلف مال الطيور تطلعوا. ابو فايز هاي شنو هاي؟ مسدوده يعني بابه مسدود لو شنو؟ انا اقول لك هاي كانت باب هذا بير شوفه. اي كانوا هنا شوفوا هذا. هذا البير. هاي بير كان هنا هذا المن للسايس مال الخيل. اي مالهم والله غرفته هاي كانت هنا شوفوا هاي غرفته منا وهيجي وفلشوها وغرفه منا وحتى رصد عندهم يعني يطلعون فوق. يعني مراصد؟ اي لهالدرجة عندهم مراصد. اي مراصد يكشفون الجو بيها الاستطلاع الطريق هاي شغلات كلها. وهاي القصرين واللي هل جاي تشوفونهن قدامكم قصرين حيل كبار ومتهدمات يعني مهدمينهن وداخلات الإزالة يعني عن قريب هاي كلها تروح. اي والله هذا القصر الأول حرامات وهذا القصر الثاني قصر ناصر ومنصور واللي هل جاي تشوفونهن يعني المساحة حيل كبيرة. وشرح أبو فايز بقد ما استطاع. راح ناخذ آخر جولة حول القصرين ونشوف إذا أكو شي ما صورناه. بس والله هن يخوفن يعني قصرين يخوفن يعني صارت بيهن حالة قتيل وصاير كل شي بيهن وماكو اهتمام. لو اكو اهتمام ما يصير هاي الحوادث. هاي القصرين واللي بين صحراء طبعاً جاي يزيلون بيهن شوي شوي. وهاي القصرين قدامكم هذا القصر الأول وهذاك القصر الثاني. هذا القصر الثاني واللي أشكال وأنواع معششة بيه ما تعرف يعني حتى حياية هنا يلتمن. وهاي المنطقة عبارة عن منطقة رملية يعني صحراء وحتى أنهر لو فد شي ماكو يعني يستخرجون الماء من بير فقط لا أنهر ولا أي شي. يوب شوف الخلايا هنا بكثرة بس خلايا كلها منتهية. هذا العسل الجبلي اللي يسمونه. هسه خلصنا من القصر ومن الشغلات الموجودة واشكر ابو فايز على هاي المعلومات. هسه راح نروح ونتوجه هذا البير سميته شنو؟
بير مال ماي. بير مال ماي راح نشوف شنو موجود داخله وشلون يستخرجون الماي. فراح نوصل هناك وننهي الحلقة. تعالوا يعني. وصلنا للبير واللي يبعد عن القصر تقريبا بالخمس كيلوات. هذا بير مطموم لو شنو ابو فايز؟ هذا بير مطموم وهاي الشغلات مالته شوفوها. هذا يعني يسحبون منه ويذبون بهذا البير. هذا يودي بعد يوزع. وهذا مسدود يعني سدوا. هاي الفتحة ايضا تراش يوزع ايضا. يعني هاي الفتحة مالته. ايه منه من فوق. هاي شوفوا هاي مسوي لنا قيوم ويذب الزرع. هذا كله قديم. هذا هو البير واللي يترسون منه، بس هذا كله مطموم يعني ياخذون ماي منه. هذا من ينترس راح ينطونه للحلال او الزرع مال الناس يقسمونه. هاي هناك يشغلون ماكينه على الغاز. اي تسحب من البير تذبب هذا يظل يصب ويوزع للزرع للحلال. انا اشوف يعني البير اكو بيه غميج. غميج طبعا. اي يعني بيرو. هذا مطموم لو شنو السبب؟ هذا خزن يسمونه. خزن. اي خزن، بس ذاك هو الاصلي بس مدفون. ذاك البير. ذاك البير اللي. ذاك البير اي، لان ذاك هاي مسوينا مثل ما تقول شق شفل وبعدين حافرين. والله من حافرين نازل هوايه تقريبا بال 15 متر. والله. زين من يحفرون الماء يظل وحده يطلع من من القاع. اي يظل بالجليب بس شنو بدلو او قبل بدلو وبعدين طورات صارت مكاين يشغلون ماكينه على الديزل وتذب هنا بهذا الحوض. هاي يسمونها برشه. حتى هذا مكان يبين مال بوري. مال بوري هنا. هذا المكان مال بوري. هاي مني هاي ظل متروسه بها نص. من يريد يشغلون يعبون البوري ماي ويشغلون حتى يذب ماي. مثل ما شفت ابو فايز اخذنا للبير واللي شرح عنه بما فيه الكفايه. فاتمنى عجبتكم الحلقه مال اليوم وانتظرونا بحلقات جدد. فلا تنسون اللايك والاشتراك حتى نستمر بالنشر. تحياتي للجميع.